للسيدة السادة النواب المحترمين من فريق الأصالة والمعاصرة. تفضل السيدة النائبة المحترمة. شكرا السيدة الرئيسة. السيد الوزير المحترم، العنف الرقمي ضد النساء والفتيات من أخطر أنواع العنف ومعضلة من معضلات الصحة العمومية والاجتماعية لما له من أثار وخيمة على نفسية المرأة المعنفة، خصوصا يمتد إلى الأسرة وإلى المجتمع ككل. في الكثير من الحالات يساهم في خراب الأسر مخلفا وراءه مآسي اجتماعية يصعب تداركها، يؤدي إلى خلخلة الأمن المجتمعي ويقف عائقا أمام مساهمة المرأة في التنمية. السيد الوزير المحترم، أمام الاستعمال المضطرد لوسائل التكنولوجيا الحديثة وخصوصا وسائل التواصل الاجتماعي، ارتفعت بشكل ملموس وواضح نسبة العنف ضد الأشخاص عموما وضد النساء والفتيات خصوصا، في خرق سافر لحقوق الأشخاص وحقوق الإنسان الكونية. الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط تؤكد ما يعادل 13.8%، أي ما يعادل 1.5 مليون امرأة كنا ضحية للعنف عن طريق الابتزاز والتشهير وكذلك انتهاك للمعطيات الشخصية. اليوم سيد الوزير، الكل أصبح متوجس من تصفح مواقع التواصل الاجتماعي الذي يشكل تهديدا حقيقيا على حياة الأفراد. لذا نسائلكم سيد الوزير، خصوصا ونحن لدينا قانون يهتم بمحاربة العنف ضد النساء، عن سن تشريعات رادعة في حق مقترفي هذا العنف، خصوصا وأنهم يسولون ويجولون عبر مواقع التواصل. شكرا السيدة النائبة المحترمة. جواب سيد الوزير المحترم. هو العنف الرقمي السيدة الرئيسة، السيدة النائبة المحترمة، السيدة الرئيسة، يطال الجميع، لانه ما كاينش شي نص يعاقب، كاين فرق تشريعي. دابا دخلنا لمشروع القانون الجنائي لنا في هذه الامور هذه، ودابا مستقبلا انا تسولت علاش ما علاش القضاء ما كاينش شي احكام. لقينا بان الناس ما يتقدموش بشكايات، الناس يتقدموا بشكايات، المراه خاصها تقدم شكايه الا وقع لها شيء. في القانون الجنائي درنا العقاب على لمس بالحياه الخاصه النساء او نشر صورهم او التركيبات الصوتيه، كذلك التحرش الجنسي الرقمي كذلك عاقبنا عليه، استغلال بعض الصور كذلك عاقبنا عليه، التقاط او تسجيل او توزيع اقوال او معلومات كانت صحيحه او كاذبه على شخص بدون موافقته عاقبنا عليه. في الحقيقه كل ما يمس الحياه الخاصه الناس تحترم، وانا اعتقد سنتشددوا في هذا الموضوع. ودابا الان هذه الفوضى اللي كنشوفوها في المجال الرقمي راه كتمس بالاحترام الواجب، غير اللي جا كيكتب اللي بغى واللي جا كيتهم اللي بغى. حتى سمعنا الصور وسمعنا كذا، وهذا كله كلام فارغ ما عنده حتى شي صحه غير في اطار الفوضى الرقميه التي نعيشها في المغرب. شكرا سيد الوزير. هل هناك من تعقيبات اضافيه؟ اذا نمر الى السؤال.